بالتزامن مع تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بسرقة القرن، يطالب مواطنون باتخاذ خطوات جادة تجاه الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة العراقية وملاحقة المتورطين قانونيا. تستمر ردود الأفعال الشعبية أزاء سرقة الأمانات الضريبية التي دعيت بحادثة القرن، لا سيما مع استمرار تداعياتها وتوسع الشخوص المتورطين فيها. سرقة كان آخر المستجدات لها ما أكملته لجنة تقصي الحقائق في لجنة النزاهة النيابية من تقرير حول هذا الموضوع وتقديمه إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. إجراءات يرى فيها مواطنون إنها لا زالت بحاجة إلى خطوات أكبر تتماشى وحجم الفساد المنتشر في البلاد لقرابة العقدين من الزمن. الحقيقة الفساد أصبح اليوم أشبه بالآفة أو المرض اللي أصاب كل جسم الحكومة العراقية من خلال أكثر من 18 سنة وإلى حد الآن. هذا اليوم إحنا عندما نجي نحسب المرض لما يكون أشبه بالسرطان متفشي في جسم الحكومة العراقية، يعني مو بسهولة ينزال هذا المرض أو هذا. وإحنا قلنا الشجرة من تجي تشيلها من الأرض ما تشيلها مباشرة شيلة واحدة، لأن تسوي لك مشاكل، فلازم تنقطع جزء جزء إلى أن توصل إلى منبع الأخير. اليوم احنا حتى نكافح على الفساد اليوم المنظومة الحكومية لازم تفرمت ويعاد تنصيبها من جديد. إعادة مبالغ كبيرة يعني بالمليارات، يعني وصل إلى حدود 300 مليار. احنا نتمنى انه هناك دعم يكون حتى من المواطن او من الإعلام وجميع الأحزاب بشأن هذا الموضوع في سبيل العراق يستقر أمنيا واقتصاديا وغيرها. فيما يرى مواطنون آخرون أن الجهات القضائية والتنفيذية إذا ما اتخذت خطوات جادة تجاه مكافحة الفساد وضرب المتورطين جميعا دون الاكتفاء بالرؤوس الصغيرة، فإن ذلك سيمثل رادعا حقيقيا لكل من يفكر بالتلاعب بالمال العام ويستند بذلك على جهات سياسية تضمن عدم ملاحقته قانونيا. أول ما تحاسب كبار المسؤولين، من تحاسب كبار المسؤولين الصغار منهم هم يموعون، ما حد ما يبقى حاسب الكبار، الصغير ما يبقى. انت مو اجي صغار موظفين معاه ملاحظ ماخذ له 10-15 ألف دينار والحوت يمك في صفك هو اللي الاملاك كلها موجوده بيده، قوت الشعب كله موجوده بيده، بدنا نعاني احنا الشعب كله يعاني، لان خيراتنا هوايه. وخلاصه الكلام احنا بلد خيرنا لغيرنا وشرها علينا. ولم تتجاوز قيمة الأموال المسترجعة من سرقة الأموال الضريبية حتى الآن ما قيمته 10% من حجم الأموال الكلي، لذلك تستمر الجهات الحكومية بملاحقة المتورطين وحجز أموال المشتبه بهم بهذه السرقة. عدة توصيات أصدرتها اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق فيما يتعلق بسرقة القرن لضمان محاسبة جميع المتورطين وعدم هروب المتبقين منهم. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.